السلام عليكم ورحمة الله. لما بيجي معاه تغيير الزيت والفلتر للسيارة، الطبيعي ان انت بتروح تفضي الزيت القديم الاول وتقفل، وبعد كده تركب فلتر، وبعد كده تفضي الزيت الجديد في المحرك. طيب لو افترضنا ان انت او الفني نسي انه يركب فلتر الزيت وفضيت الزيت في المحرك بدون ما يكون راكب فيه فلتر، يا ترى ايه اللي هيحصل في الحالة دي؟ خلينا نشوف الموضوع ده بشكل عملي، لان الفيديو ده فيه تجربة ومعلومة. نبدأ الاول بالتجربة. الوضع حاليا ان انا فضيت الزيت من الموتور وقفلت الطبه من تحت، لكن مركبتش فلتر متعمد وحطيت تحت منه طبق علشان اشوف ايه اللي هيحصل لما ابدا افضي الزيت من غير ما احط الفلتر. ننزل نشوف الوضع تحت، مفيش أي حاجة. ونشوف حجم الزيت اللي في الموتور دلوقتي قد إيه. الموتور فيه الزيت بتاعه. معناه إيه الكلام ده بقى؟ أصبر وهفهمك. مبدئيا مفيش محرك سيارة بيتزيت عن طريق الغمر، كل محركات السيارات بتتزيت عن طريق ضغط طلمبة الزيت، وده معناه ببساطة شديدة ان الزيت اللي انت بتسكبه في المحرك من اعلى، كل الاجزاء الميكانيكية اللي انت شايفها دي ما بتستفيدش منه باي حاجة خالص، لان ببساطة شديدة الزيت ده بينزل بسرعة للخزان اللي موجود في اسفل المحرك، اللي هو خزان الزيت او كارتيرة الزيت. وعلى سبيل الايضاح هننزل الكابل ده في واحدة من فتحات رجوع الزيت دي. شايف فترة العمق قد ايه؟ كل ده داخل المحرك عشان هي بتوصل لخزان الزيت. المحرك ده فيه فتحة 2 3 4 5 6 مسؤولين عن سرعة رجوع الزيت لكارتيرة الزيت او لخزان الزيت اسفل المحرك، وده بيثبت فشل النظرية او المقولة اللي بتقول لك ان انت لما تكون حاطط فلتر زيت جديد وبتعبي المحرك من فوق بالزيت، فالمحرك كله بيتزيت بالزيت والفلتر بيتملي. في الواقع لا الفلتر بيتملي ولا المحرك بيتزيت، الزيت اللي انت بتحطه بينزل من الفتحات اللي موجودة في تصميم المحرك مباشرة لاسفل نقطة في المحرك اللي هو خزان الزيت. اتمنى تكون التجربة افادتك وجاوبت على بعض اسئلة فيما يتعلق بدورة الزيت داخل محرك السيارة. وهتلاقيني كاتب لك تحت الفيديو ده على اليوتيوب بعض التفاصيل حوالين التجربة دي، ممكن تضيف لك بعض المعلومات. مش محتاج اقول لك انشر الفيديو وشاركه مع اصحابك، لان اي معلومة انت تنقلها لغيرك وهتنفعه هي في رصيد حسناتك. خليك فاكر ان زكاة العلم نشره، مش انك توقف المعلومة عندك. وعلشان تتابع كل الفيديوهات اللي انا هرفعها الفترة اللي جاية باذن الله، بعد ما تضغط على زر الاشتراك في القناة فعل الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس علشان يجيلك اشعار بمجرد ما انزل فيديو. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.